بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل ان شاء الله مع بعض الدورة بتاعت موديلنج الاعمار على برنامجي الاتاب والسيف. كنا وقفنا على السلم ان احنا ازاي هنحله على برنامج الساب ونبدأ ننقل الاحمال بتاعته لبرنامج الاتاب، واتفقنا ان احنا بنحل السلم الدائري على برنامج الساب لان برنامج الاتاب ما بيحلش السلالم الدائرية او ما فيهوش امكانية ادخال سلم دائري. ده السلم اللي كان عندنا بالشكل دوت. كان واضح طبعا اهوت ان السلم جاي فيه كده جزء دائري لحد ما يوصل عند منطقة معينة بيبدأ السلم يتحول لبلاطة مستقيمة. طبعا البلاطة المستقيمة ديت لو جينا نعد الدرجات بتاعتها هنلاقي ان هي حوالي تقريبا واخدة متر مستقيم، ارتفاع رأسي متر مستقيم، واخدة 2.5 متر، يعني كان ارتفاع الدور 3.5 متر، 2.5 متر منهم جاي على الدوران دوت، وبعد كده متر عندنا مستقيم. هنبدأ نفتح برنامج الساب بتاعنا اهو. ادي السبع وات. هنظبط اول حاجه طبعا الوحدات، هنقول له طن ومتر، هقول له فايل نيو. لما يجي هنا عند نيو بقى هقول له ستير كيسز، انا عايز احل سلم بس مش هحل منشا كامل، فهقول له ستير كيسز، ومن هنا هختار السبايرال ستير كيس. هيطلب مني بعض المدخلات، الستارت انجل والاند انجل والنمبر اوف ديفيجنز في الانجولار والنمبر اوف ديفيجنز في الراديال. طبعا كل الحاجات دي لو ضغطت انا هنا هيجيب لي كل التعريفات ديت موجوده قدامها اهيت على الشاشه. الحاجات اللي موجوده قدامها اهيت الام ديفيجن اللي هي عباره عن التقسيمات في الاتجاه الدائري، والان ديفيجن اللي هي عباره عن التقسيمات في الاتجاه السلم نفسه اللي هو بالعرض بقى. هلاقي الار 1 والار 2 نصف القطر الداخلي والخارجي، واتش اللي هي الارتفاع بتاع السلم الدائري اللي موجود عندي. نراجع تاني اهوت ان نمبر اوف ديفيجنز راديال، لو بصيت على الشاشه اهوت ان اهي اللي هو عدد التقسيمات اللي هنا كده، اما عدد التقسيمات اللي جايه على الطول بتاع السلم اجمالي. فانا هقول له انا كان عندي هنا والله زاويه البدايه كانت 90 والاند انجل كانت 270، لان السلم كان طالع من نقطه نفس النقطه تقريبا بس في منسوب اعلى. نمبر اوف ديفيجنز انجولار اللي هي كانت هنا انهي نمبر اوف ديفيجنز انجولار اللي هي الام، هقول له مثلا قسمه لي 10 بلاطات. نمبر اوف ديفيجنز راديال، نخلي بالنا بقى ان راديال هنا على حسب ما انا هقسم على حسب ما هيطلع لي نقط. يعني هي الفكره عندي ايه؟ الفكره عندي ان انا هقسم هنا تقسيمه معينه هتطلع لي ردود افعال عند كل نقطه انا قسمتها هنا، وهاخد انا النقط ديت ابدا انقل ردود الافعال بتاعتها في الاتاب. فانا كل ما هزود عدد النقط كل ما هيبقى ايه الموضوع ممل معايا في نقل النقط اللي عندي، فانا هخليها 4 بس كفايه. الانر ريديوس عندي كان السلم ده كان ابعاده 75% داخلي و2 متر البعد الخارجي، طبعا الكلام ده جبته من هنا من على الاوتوكاد، البعد الداخلي والخارجي. بعد كده التوتال هايت، احنا قلنا اتفقنا ان السلم الدائري كان واخد 2.5 متر، هقول له اوكي. هلاقي رسم للسلم اهو بالشكل ده كده، ده الاكس واي بلان اهوت اللي تحت، وده لو طلعت فوق هلاقي دوت الجزء اللي فوق. طيب احنا اتفقنا ان ده كده جزء من السلم بتاعي وليس السلم كامل، يعني انا عندي لسه في هنا كده جزء طالع مكمل معايا مستقيم. لو جينا نبص هنا كده احنا كده واقفين فوق، المفروض ان هيبدا معايا من هنا كده من النقط اللي هو عاملها لي فوق ديت هيبدا معايا جزء مستقيم مكمل لفوق. طيب انا عشان ارسم الجزء المستقيم ده هعمل ايه؟ هاجي هنا على الجزء اللي هنا دوت فوق، وهقول له درو فليم ايليمنت. هبدا ابص السكشن بتاعه، انا مش مهم السكشن دلوقتي، انا بس هعمل حاجه تعتبر حاجه مساعده ليا عشان ارسم بلاط. طيب هقول له بقى انا عايز ايه؟ انا عايز قيد معين يقيدني بيه، ان انا هتحرك متر بعيد عن النقط اللي هنا كده، فانا عايز افهمه ان انا عايز اتحرك متر. فهبدا الاقي ايه اكس عندي هنا حاجه اسمها اكس واي بلان اوفست، هقول له دي خليها لي متر، يعني النقطه اللي انا هضغط فيها يتحرك لي متر جنبها. فلو ضغطت هنا اول نقطه وهنا تاني نقطة هلاقي الخط بتاعي اترسم اهوت على بعد متر من النقطة اللي انا عايزها، يبقى هي فعلا كده ايه ده المتر اللي اترسم عندي. طيب هو كان متر الاسقاط الافقي بتاعه وليس المسافة المائلة. طيب بعد كده انا عايز اخد الخط ده واقول له فايل اسف اديت، بعد كده هقول له موف ويتحرك لفوق 1 متر. تمام اهو بالشكل ده كده. كان ممكن اعمل حركه تانية، ممكن قبل ما احركه ممكن اجي هنا كده ارسم بلاطه بالشكل ده اهي،
تاني هنرسم الخط، حصل بس مشكلة اهي ميت. اها هقسم البلاطة هنا في الجزء بتاعي ده، تمام كده. طيب هختار بقى هنا كده الخط والنقطتين اللي عندي دول، واقول له edit move، واقول له في اتجاه الزد 1 متر، واقول له اوكي. هتتحول عند البلاطة بالشكل ده كده، يبقى انا عملت البلاطة المايلة بتاعتي. ممكن اختار الخط اللي انا كنت رسمه واعمل له delete، ما بقتش محتاجه. يبقى كده دي تكملة السلم بتاعي اللي هو الجزء المستقيم اللي بعد الجزء الدائري. طيب طبعا ناخد بالنا من نقطة مهمة، ان هنا كده كل النقط اللي عندي هنا دي مش هيبقى موجود فيها الركائز اللي محطوطة دي، الركائز دي هتبقى موجودة عندي فوق هنا كده. فهقول له من هنا من assign و joint restraints، هقول له لا دي ما فيهاش حاجة، دي نقط فاضية كده مكملة. طيب والبلاطة دي هبدأ اختارها كده واقول له edit edit area divide area، طبعا لازم اتنيها نفس التقسيمة بتاعت البلاطات اللي موجودة هنا. طيب هقول له انا عايزها كام، ادي 1 2 3 4 اهيت، فهقول له عايزها 4 في 4 مثلا، وهقول له اوكي. قسمها عندي بالشكل ده، طبعا لازم يكون نفس التقسيمه اللي تحت هنا بحيث ياخد يكمل معاها. والنقط اللي هنا دي هديها بقى الركايز بتاعتها، هقول له assign joint strings، وديت هي اللي فيها الركايز عندي بالشكل ده كده، تمام. طبعا عندي هنا المفروض في الدور اللي تحت عندي النقط دي كمان الركايز بتاعتها بالشكل ده كده اهو. يبقى انا كده رسمت السلم بتاعي كرسم بس موديلنج في الاول. هبدا بقى اخش اقول له ديفاين ماتيريال، عدل لي دي الخرسانه، الويت بيونت فوليوم 2.5، المودرس اوف اسس 2 × 10^6، اف سي داش 2000، هقول له اوكي. الحديد اللي عندي اف يلد 3636000، والاف يو 52000، هقول له اوكي. طيب ديفاين انا محتاج بعد كده ايه، محتاج اريا سيكشن، طبعا اللي هي ايه البلاطه بتاعتي بتاعت السلم. السلم عندنا كان 25 سنتي، فهقول له اد نيو سيكشن، هقول له سلاب 25، هقول له شيل ثيك، الممبرانس اللي هي خلاص متظبطه عندي اهيت 25 25، السيب موديفاير هقول له بربع، يبقى انا كده عرفت له قطاع البلاطه اللي موجود عندي. طيب ناقص اعرف له ايه، هعرف له اللود باترنز، انا عندي الديد لود، عندي اللايف لود اللي هضيفه عندي كمان، عندي الفلور كفر موجود، عندي الوولز، تمام. دي الاحمال اللي كانت موجوده عندي، هقول له اوكي. موديفاين طبعا انا محتاج هنا انقل الحالات، يعني انا مش عامل السلم هنا عشان اطلع الديزاين بتاعه من هنا ولا حاجه، انا بس هاخد من هنا ردود الافعال احطها هناك، وبالتالي انا مش محتاج ان انا اعرف له اي قيم للود كومباينيشن ولا حاجه، الا لو انا بقى هكمل ديزاين كامل للسلم والبلاطه بتاعت السلم من هنا من عندي عشان اخد الحاله الالتيميت واصمم عليها. يبقى انا كده خلاص عملت اللود باترنز بتاعتي، خلصت كده الديفاين. بعد كده هقول له بقى ايه اساين لللودز، بقى هختار الشيلز دي كلها كده واقول له اساين اريا لود يونيفورم، كان عندي اللايف لود هقول له اللايف لود كام، 3 من 10، طبعا اتفقنا ان السلم بياخد اكتر من المنطقة الداخلية بمقدار 1 من 10 طن على المتر تربيع، هقول له اساين اريا لود يونيفورم، هقول له الفلور كفر كان عندي 15%، اوكي. الصين يونيفورم الحوايط اللي عندي هقول له 3.5 35%، اسف هقول له اوكي. يبقى كده عندي حطيت الاحمال اللي عندي وعرفت النقط بتاعتي في بلاطة السلم بتاعتي، خلاص هقول له رن حل لي السلم ده المودل دونت رن، وهقول له رن. طبعا هيقول لي سيف الملف بتاعك، هقول له اهوت.
البرنامج هيبدأ يعمل ران. طبعا مش هياخد معانا وقت لان هي حاجة بسيطة. لو قلنا الستارت انيميشن هنشوف حركة السلم اهي تحت تأثير الأحمال اللي موجودة اهو، حركة طبعا منطقية. ناخد بالنا ان السلم كان ممسوك من البلاطة للبلاطة، مفيش اي ركايز في النص، تمام. طيب اللي انا محتاجه دلوقتي ايه؟ محتاج اخد ردود الافعال عند النقط دي كلها كده وابدا احطها في برنامج الاتاب. فلو جيت هنا ضغطت على النقطة الاولانية اللي فوق ديت هيطلع لي هنا اهوت القيم اللي موجودة بتاعتها. لو ضغطت على النقطة دي هيطلع لي القيم بتاعتها. ممكن بقى بطريقة اسهل اقول له display show tables واقول له joint output وreactions load cases اللي عندي هم الاربعة دول، تمام. هقول له اوكي، هيطلع لي جدول اهوت فيه كل نقطة عندي، نقطة رقم 2 ونقطة رقم 3 نقطة رقم 5 نقطة رقم 7 وحالات التحميل بتاعها. لو قلت له فايل اكسبورت تو اكسل بحيث اخد الجدول بتاعي دوت على برنامج الاكسل. تمام، هلاقي الجدول اهوت اتنقل معايا لبرنامج الاكسل. طيب هخش بقى على الساب هنا، خلاص انا خلصت النتائج، بس باقي لي حاجه واحده بس اللي هي بقى ايه؟ ان انا اظهر الليبلز بتاعه النقط ديت عشان اكون عارف انهي كل نقطه في دول. يعني لما يقول لي نقطه رقم 5 اكون عارف اي انهي نقطه دي، لما يقول لي نقطه رقم كذا اكون عارف انهي النقطه ديت. فهلاقي هنا اهوت الحاجات ظهرت عندي، لو مش باينه ممكن اكبرها شويه اهو. يبقى كده دي النقطة رقم 61، دي 79، دي 78، 77، 60. وهنا لو عايز ابين بقية النقط ممكن الف له كده شوية اهو واشوف النقط اللي تحت. ادي التوقيم بتاعها اهو 2 3 5 7 9. طيب اذا كده عندي دي النقط اللي تحت ودي النقط اللي فوق. فلو جيت اخش على الموديل بتاع الاتاب بتاعي، لو قلت له بلان ظهر لي مثلا البيزمنت. طيب خلينا في الجراوند ناخد دور من اللي في الوسط، ناخد بالنا بقى من حاجه. طيب عايزين نقول بس حاجه صحيح، ان كنت انا حاجات عدلتها في برنامج الاتاب. احنا كان عندنا في الادوار المتكرره كان عندي هنا في الدور المتكرره كان عندي الجزء من البلاطه اللي كان في المنطقه دي كده اللي هو كان ببعد مختلف، كان السمك بتاعه 22. كنا احنا لما جينا نقسم في برنامج الكات كنا عملناه قسمنا التقسيمه بتاعه المش خليناها مختلفه باعتبار ان هي هتبقى بلاطه سيمبل. لكن انا بس افتكرت ان الخط اللي احنا كنا عاملينه كان خط مساعد مش خط كاميرا، وبالتالي هي البلاطه هتشتغل كونتينيوس كلها مع بعضها. فانا عدلت الاختلاف اللي هنا في المشز، انا عدلته في كل البلاطات اللي في الموديل عشان نشتغل عليها على طول، لان البلاطه هنا هتشتغل كونتينيوس. حاجه كمان الاحمال، انا عدلتها الاحمال الحوايط عدلتها من احمال موزعه لاحمال لينير على كل حته كانت موجوده عندي. فالخطوط اللي بالخط الاخضر ده اللي هي الكاميرات اللي مرسومه هنا دي كاميرات وهميه عليها حمل الحوايط، يعني كاميرا واخده قطاع اسمه نان بس بضيف عليها حمل الحائط. فلو جيت هنا بص على اي كاميرا من اللي موجوده عندي ديت بالشكل ده كده، اي كاميرا من دول هلاقي اهوت القطاع بتاعها، لا هو كده جاب لي البلاطه اهو، الساين بتاعها السكشن بروبيرتي نون، واللودز اللي عليها 6 من 10 طن على المتر الطولي. دي احمال الحوايط على كل خط. طبعا بجيبها ازاي؟ زي بقى اخش على ملف الدي اكس اف بتاع الاوتوكاد وارسم، اعمل لير اسمها وولز واحط فيها خطوط في كل مكان حيطه، يعني كل سنتر حيطه بحط فيه خط معين وبستورد الخطوط دي هنا كاميرات زي اللي انا استوردتها بالظبط بس بقطاع نون. طيب انا بقى لو عايز احط السلم هنا بعمل ايه؟ بخش هنا كده على الكاميرا اللي عليها الانعكاس بتاع السلم، ازوم عليها شويه بحيث تكون ظاهره عندي كده. ناخد بالنا بقى من حاجه، ان انا كان عندي هنا في الموديل بتاعي لو بصينا هنا كان عندي السلم اهو، دي لو دي الكاميرا اللي عندي هنا كان عندي السلم بادئ معايا اهوت واخد متر 40، وبعد كده كان في فانوس عندي متر 40، وبعد كده القلبة الأخيرة طبعا متر 40. يبقى أنا خد بالي إن هنا هيكون عندي في منطقة فاضية هنا كده في النص اللي هي المتر 40 ديت، وبعد كده هيكون عندي منطقة هنا متر 40 عليها أربع نقط فيهم ردود الأفعال اللي هم في برنامج الساب اللي هم الأربع نقط اللي هنا والأربع نقط اللي فوق. إذا
انا عندي هنا اربع نقط عليهم ردود افعال، وهنا عندي اربع نقط عليهم ردود افعال طبعا جايين على الكاميرا اللي هنا او البلاطه اللي هنا. فلو خدنا بالنا هنلاقي ان انا جيت هنا حطيت الاربع نقط موجودين اهمت بتوع المتر 40، خدت من هنا كده متر 40 خط مساعد مثلا متر 40، لو جيت قلت له لاين وجيت ارسم من النقطه دي كده ممكن اقول له من هنا حط لي فيكسد لينس واقول له مثلا ايه متر 40 وابدا ارسم الخط بتاعي مثلا من هنا او من هنا على حسب بقى ايه الخط اللي احنا هنرسمه. فاحنا المفروض هنرسم من هنا متر 40 لتحت يترسم عندي بالشكل ده كده، ابدا ان انا اقسمه بقى ايه اربع قطع يعني ده كده اهوت. لو جيت قلت له ديفايد اديت ديفايد لاين وهقول له قسمه لي اربعه زي التقسيمه اللي موجوده هناك بحيث احصل على اربع نقط اضيف عليهم القيم بتاعت ردود الافعال اللي عندي. هيتقسم طبعا اربع نقط، انا ممكن اخفي الفلو دلوقتي مش محتاجها في حاجه. تمام، ده الخط اللي عندي اهو اتقسم معايا اربع اجزاء. هبدا اخد نقطه نقطه، يعني النقطه دي كده هقول له اساين. ناخد بالنا من حاجه بس، لو زومت هنا شويه المفروض الخط ده عندي الخط ده لازم طبعا يكون على الكاميرا الرئيسية، يعني انا عندي الكاميرا الرئيسية اهيت اللي هي الصفة الرئيسية لازم يكون الاربع نقط دول عليها علشان يكون ردود الافعال تكون اتنقلت معايا صح، يعني ما خدهاش خط مساعد، احنا بس كنا واخدينه بجنب شوية كده علشان يظهر لنا بس ايه التوضيح بتاعها. يعني انا باخد اللاين بادئ من النقطة دي كده، لو قلت له اهوت هنا فيكسد لينث، او ممكن ان انا اختار طبعا انت بتبدا تشوف اللي انت محتاجه، يعني مثلا ممكن اقول له فيكسد دي اكس اند دي واي، هقول له الدي اكس بتاعتي بكام؟ بصفر، والدي واي بتاعتي بسالب متر 40، وابدا ارسم من النقطه دي كده هيترسم لي لتحت اهوت متر 40، يبقى ده الخط اترسم معايا اهو كده. هقول له ديفايد واقسمه زي ما شفنا اديت ديفايد لاينز اربع نقط، ادي اهوت عندي كده ايه هلاقيه اتقسم فعلا اربع خطوط عندي. لو جيت اختار هلاقي لا دي الكاميرا الرئيسيه اهو اختارها. ممكن اقول له بقى ايه لو انا مش عايز حاجه تظهر لي غير اللي انا رسمته هقول له باي فريم سيكشن، لو قلت له فيو شو سيلكشن اونلي يظهر لي الخط بتاع اللي انا رسمته بس اهوت بعد ما اتقسم طبعا اهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. يبقى ده بس مجرد خط مساعد انا عملته علشان اعرف اجيب من عليه النقط اللي انا عملتها على برنامج الساب. لو اخترت اول نقطه هنا هبدا اقول له اساين جوينت لود واقول له ضيف لي فورسز، طيب في اتجاه اكس وفي اتجاه واي وفي اتجاه زد في اتجاه المومنتات، طبعا هقول له بقى ايه الحاله ديد، وادخل على الجدول بتاعي اشوف النقطه دي الاول اسمها ايه، النقطه ديت اللي هي بره خالص رقم 9، هقول له من هنا ايه النقطه رقم 9 في حالة الديد اللي هو الاف واحد بكام الاف اتنين بكام الاف تلاتة الام واحد الام اتنين الام تلاتة، وهدخل هنا في الجدول بتاعي اضيف الاف واحد والاف اتنين والاف تلاتة ام واحد ام اتنين ام تلاتة، بعد كده اخش على الحالة اللايف لود واجيب ردود الافعال اللي عندي من هنا كده لايف لود، واخش على الجدول بتاعي هنا برضه وابدا اضيف الاحمال اللي موجوده عندي. طبعا الكلام ده هعمله على كل نقطه من النقط اللي موجوده عندي، يعني لما اخلص دي هاخد دي بعدها هخلص دي هاخد دي بعدها هخلص دي هاخد دي، هبدا اعمله على النقط اللي موجوده عندي كلها. طبعا ايه الموضوع هياخد وقت فاحنا مش هنشتغلها في الفيديو، لكن هي طبعا سهله وبسيطه ما فيهاش حاجه احنا بيناها اهوت بالشكل ده كده. طيب بعد كده هيكون عندي ايه ملاحظه بقى نقول عليها، طبعا عندي في السلم لو جينا في دور البيزمنت، البيزمنت ده كان سقف البدروم اللي موجود عندي، سقف البدروم طبعا لو خدنا بقى ان السلم كان بادئ منين، السلم بادئ من الاساسات، يبقى هو عندي هنا كده في المكان ده هيكون عندي قلبه بادئه من هنا طالعه او من هنا كده طالعه وجايه لازقه هنا كده في قلب اللي فوق، اذا الكاميرا اللي موجوده عندي هنا كده بالشكل ده ماسكه بلاطتين اتنين، بلاطه جايه لها من تحت، السلم جايه لها من تحت وسلم بادئ منها وطالع فوق. لكن لو جينا نبص على اخر بلاطه عندي اللي هي بلاطه الدور الرابع هيبقى عليها بلاطه واحده بس، لان طبعا السلم وقف هنا وما كملش فوق، اذا انا هاخد اربع نقط بس واحطهم عليها. يعني لو جيت هنا كده هاخد النقط اللي هي فوق هنا بس كده اللي جايه لها ودي اللي هحطها عليها، لكن النقط اللي تحت دي مش هتكون موجوده في اخر دور لان ده مش هيكون بادئ فيه سلم معايا. طبعا انت ممكن تشتغل على البيزمنت
يعني هتشتغل على بلاطه واحده وتقول له طبعا ايه ريبليكيت للنقط اللي موجوده عندك ديت في كل الادوار. كمان ممكن تشتغل على بلاطه واحده وتضيف عليها احمال السلم زي ما قلنا، وبعد كده تحط عليها الاحمال، تحط عليها احمال السلم وبعد كده تعمل لها ريبليكيت. خلصت احمال السلم اللي موجوده عندي وخلصت كل حاجه كده انا دخلتها، دي كانت الحاجه الوحيده اللي باقيه لي كده. كده الملف بتاعي دلوقتي جاهز ان انا اقول له ران. طبعا بعد ما خلصت بقى ممكن اقول اشوف ادي شكل المنشأ كامل عندي اهو. بعد ما بخلص ببدأ اقول له رن اهوت، موجود عندي بالشكل ده كده، بقول له رن وبيبدأ البرنامج يعمل رن. ان شاء الله هنشوف الحلقة الجاية بقى بعد ما البرنامج يعمل رن ويعمل اناليسز للموديل ازاي بناخد النتائج اللي موجودة عندي ونستفيد بيها. نكمل ان شاء الله الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.